موضوع السيركوليشن اوف ذا بلاد مهم جدا، او الدورات الدمويه في جسم الانسان، سيركوليشن اوف ذا اوف بلاد او بلاد سيركوليشن. فعندي ثلاثه سيركوليشن، ثلاث دورات دمويه: بالمونري سيركوليشن او الدوره الدمويه الرئويه، سيستميك سيركوليشن الدوره الدمويه العامه، بورتال سيركوليشن الدوره الدمويه الكبديه او البابيه. فهنبتدي نشوف البلمونري سيركوليشن، الدوره الدمويه اللي بتتم في الرئه. فزي ما هنشوف دلوقتي، ادي هنا الهارت اهو، ده الرايت فنتركل، البطين الايمن، ده بيبقى فيه دي اوكسجينيت بلاد. الدي اوكسجينيت بلاد الدم الغير مؤكسد اتحرك في البلمونري ترانك ويتوزع في اتنين ارتريز، رايت بلمونري ارتري يروح للرايت لانج، ليفت بلمونري ارتري يروح للليفت لانج، يحصل له اوكسجينيشن هنا الدم. يبقى الدم الغير مؤكسد يعدي في البلمونري ترانك يروح البلمونري ارتريز يروح لللانج. طبعا هنا يحصل له اوكسجينيشن، يقوم الدم الاكسجينيت بلاد يتجمع في اربعه فينز، الفينز دولت يجمعوا الاكسجينيت بلاد من اللانج ويروحوا جايبينه الاربعه بلمونري فينز دي، يصبوا الدم ده في الليفت اتريوم، وبعدين من الليفت اتريوم هيبتدي يروح للليفت فنتركل ويتوزع على بقيه الجسم. يبقى البلمونري سيركوليشن في ذا فينس بلاد باسس فروم ذا رايت فنتركل ثرو بلمونري ترانك تو ذا لانج تو بي اكسجينيتد. اكسجينيتد بلاد ريتيرنز فروم ذا لانج ثرو اربعه فينز، اربعه بلمونري فينز تو ذا ليفت اتريوم. ماشي الكلام؟ ده اللي بيسموه البلمونري سيركوليشن. هنا عايز انبه نقطه، البلمونري ارتريز برغم انهم شرايين الا ان شايلين دي اكسجينيتد بلاد، والبلمونري فينز بالرغم انهم اورده الا انهم شايلين اكسجينيتد بلاد. عشان كده دول حاله استثنائيه، اللي هم البلمونري ارتري والبلمونري فينز زيهم زي الامبلايكال ارتريز والامبلايكال فينز اللي بيبقوا في الجنين. امبلايكال ارتريز والامبلايكال فينز دول بيبقوا في الجنين. ما علينا، البلمونري سيركوليشن اللي هي تعني ان الفينس بلاد، ادي هنا الفينس بلاد اهو باسز from the right ventricle اهو، شوف ادي الرايت فنتركل اهو، الدم يتجمع يمشي كده وكده عن طريق ده البلمونري ترانك، بيدي هنا للرايت بلمونري ارتري وادي الليفت بلمونري ارتري، وصل الدي اوكسجينيتد بلاد لللانج. اللانج حصل فيها الاوكسجينيشن، ده تحول لاوكسجينيتد بلاد، يوم الدم الاوكسجينيتد يرجع عن طريق بلمونري فينز، ادي بلمونري فين وادي بلمونري فينز، يروحوا جايين في الليفت اتريوم، ليفت اتريوم توديه للليفت فنتركل عشان يوزعوا على بقيه الجسم. دي سيركوليشن اللي بتتم في الرئه، دي الدوره الدمويه اللي بتتم في الرئه دي بيسموها بالمونري